مشاهدينا تعالوا نستعرض مع حضراتكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وخلينا نبدأ من محافظة القاهرة بالتحديد من عند الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركة بداية من المظلات ومكملة لحد منطقة وسط البلد. تستمر الكثافات المتقطعة، وكمان لو مشينا الطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده بتفضل مكملة معانا لحد ميدان العباسية ومسجد النور. بعد كده الكثافات أمام جامعة عين شمس بسبب طبعا موعد دخول الطلبة للكلية. كمان شاهد طريق الاوتوستراد القادم من مناطق حلوان للمعادي والمقطم سيوله مروريه يعني كويسه، لكن نفس الموضوع انتظمت فيه الحركه المروريه المتجهه لمنطقه بين الجبلين وصولا ل 15 مايو وسيوله مروريه المتجه لشارع عباس العقاد، وبعض الكثافات ظهرت اعلى كوبري الحدايق القادم من الزاويه ومتجه للفنجري. ظهرت كمان بعض الكثافات اعلى مطلع كوبري السيده عائشه القادم من سور مجرى العيون ومتجه للقلعه وسط المدينه. تعالوا نروح للجيزة، في هناك سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، وعلى كوبري 15 مايو المتجه كمان لميدان لبنان، وبيشهد محور 26 يوليو في الطريق اللي قادم من أكتوبر والشيخ زايد ومتجه لميدان لبنان كثافات مرورية، وعشان كده بينصح بسلوك محور رود الفرج. وعند شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة ظهرت كثافات مرتفعة للي قادم من كوبري فيصل لمناطق الدقي، كمان ظهرت كثافات متحركة في محور صفت اللبن والمتجه من الدائري وصولا لشارع السودان، ويفضل التوجه العرابي، ونفس الموضوع عند كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدنية. نروح لمحافظة الإسماعيلية هنلاقي هناك طريق عثمان أحمد عثمان اللي رابط بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم فيه سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي مش بتأثر على سير حركة سير السيارات. نروح كمان لمحافظة سوهاج واللي هنبدأ فيها من محطة قطر سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية، ولو رحنا لطريق عبد المنعم رياض هنلاقي هناك سيولة مرورية كبيرة. كمان في كثافات عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، وكمان في كثافات مرورية لكنها مش مؤثرة وبتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير.